بسم الإله الواحد المنان، بسم الرحيم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان، بسم من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه، سجد الجبين لهيبته وركع الراكع لخشيته ودعا الداعي دعاءه يرجو رحمته وجنته إنه الله. بسم الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. بسم الله الذي لم يتخذ ولدا وما كان معه من إله، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ومن لم يقل لو كان كيف كان يكون. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك اللهم أنت الواحد الأحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد، لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. أيا من جل عن كيف وأين، وعن ند وعن ولد ووالد، ملكت الكائنات بحسن صنع وأنت على جميع الخلق شاهد، وأنت أنت بحيث أنت ولا ند تمثله الشواهد. أجرنا من عذابك واعف عنا وبلغنا إلى نيل المقاصد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صلي وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، وعلى آله وأصحابه الأطهار، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العلي القدير أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم والمتوفاه من عتقائه من النار ومن المقبولين والفائزين، وأن يجمعنا جميعا في جناته جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الأم الراحلة الكريمة، تلكم الأم التي عاشت طيبة وماتت طيبة، كانت نعم الأم الودود الودود، نعم الأم لزوجها، نعم الزوجة لزوجها، ونعم الأم لأولادها. أسأل ربي جل وعلا أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. فقيدت عائلات درويش وعائلات عبد الجليل الأكرمين، أهل الواجب والأدب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان،
أيها الأحبة الكرام، نجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في هذه الليلة القرآنية الكبرى التي يتلألأ فيها أنوار القرآن بحضور أهل القرآن، يحضر معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة علمين وقمرين لامعين من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي. يحضر معنا ذلكم العلم القرآني والقطب الإذاعي الكبير، علم مصر والعالم الإسلامي والعربي، كروان مصر وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي، قمر الأمسيات الدينية، قروان الفجر والجمعة في الإذاعة المصرية، والذي شرف مصر في عدد من الدول العربية والأجنبية، قارئ تشرف وتفخر به المحافل القرآنية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق. كما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني كروان محافظة الغربية، صاحب الصوت الجميل والخلق النبيل القارئ المبدع المجيد عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد نبيل دراز. أيها الأحبة الكرام، هيا بنا نعيش خاشعين منصتين مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ وهبه الله جمال الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بآدابه، جعل القرآن الكريم غايته وتجويد كتاب رب العالمين رسالته. دائما ما يمتعنا في قرآن الفجر والأمسيات الدينية تشرف وتفخر به الليالي القرآنية كروان الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة كي يمتعنا بدقة أدائه وجمال صوته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاء خير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير Hmm.
وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة 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 لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة 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 لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين
اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة
قليلا. ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Thank you.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا من بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء Thank you.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم Yeah.
وما كان عطاء ربك محظورا. حاضر يا سيدي. كلا نمت كلا نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله فتقعد مذموما مخذولا. فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله الله الله.
وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما نهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما
بياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلنا بارين بوالدينا مطيعين لهما فيما يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعلنا واياهم على طاعتك، واجمعنا في جناتك جنات النعيم. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من آيات سورة الإسراء. تداهى علينا ذلكم العلم القرآني، علم مصر والعالم الإسلامي، كروان الإذاعة المصرية، قمر الأمسيات الدينية، والذي دائما ما يمتعنا في قرآن الفجر والحفلات الدينية، قارئ تشرف وتفخر به الليالي القرآنية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها فقيدة عائلات درويش وعائلات عبد الجليل، باسمهم جميعا اتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل القيادات التنفيذية والشعبية والسادة عمد القرى ومشايخ البلاد ورجال الازهر والاوقاف وكل من جاء مشاركا واجب العزاء. كما اشكر الهندسة الاذاعية ومحطات ديزل الكبرى، المعرض الفني الإضاءة الحديثة الذهبية، لؤلؤة صورة دمات وخبرة قصور الضيافة المتنقلة، لصاحبها الحاج مجدي قضى الله وأولاده، باشمهندس يمني قضى الله، باشمهندس محمد قضى الله، المقيمين بكفر شبرا اليمن. شاكرا لمصممنا هذه الليلة القرآنية المباركة صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت مهندس رضا درويش المقيم بقصر شبرا اليمن. شاكرا للخدمات الفندقية متر محمد رمضان والمقيم بدهتورة، والمتر محمد عزمي والمقيم بأبو نبهان. أيها الجمع الكريم، شكر الله سعيكم جميعا، ولنا لقاء آخر بعد قليل مع ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد نبيل دراز.